سيكون درسنا اليوم عن الألف القائمة أو الممدودة والألف على هيئة الياء أو ما نسميها بالألف المقصورة. طبعا الألف القائمة والألف المقصورة لا تكونان إلا الحرف الأخير في الكلمة، فالألف في وسط الكلمة لا نقصد بها لا هذه الألف المقصورة ولا الممدودة، وإنما المقصود هنا في هذا الدرس هي الألف التي تكون الحرف الأخير في الكلمة. السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان الآن هو كيف نميز هذه الألف في آخر الكلمة؟ هل هي ألف مقصورة أم ممدودة؟ ألف على هيئة الياء أم هي قائمة أو ممدودة؟ طبعا حدد ذلك عدد من القواعد. الآن أولا إذا كانت الكلمة ثلاثية نرد هذه الألف إلى أصلها بأن نأتي بمضارع الكلمة، فإذا كانت هذه الألف أصلها واو أو منقلبة عن واو كتبناها ممدودة مثل دنا يدنو، وإذا كان أصل هذه الألف ياء كتبت على هيئة الياء أو مقصورة مثل مشى يمشي. فالحالة الأولى هي إذا كانت الكلمة ثلاثية جئنا بالمضارع منها لنرد الألف إلى أصلها، فإذا كان أصل هذه الألف واو كتبناها ممدودة مثل دنا يدنو، سما من يسمو إلى آخره، وإذا كان أصل هذه الألف ياء كتبت على هيئة الياء مثل مشى أصلها أو أصل هذه الألف يمشي أصلها ياء، رمى يرمي إلى آخره. الحالة الثانية هي إذا زادت حروف هذه الكلمة على ثلاثة حروف كتبناها مقصورة مثل مصطفى، حروف هذه الكلمة خمسة فكتبناها مقصورة، استسقى ستة حروف، حروف الكلمة ستة فكتبناها مقصورة. إذن الحالة الثانية إذا زادت حروف الكلمة على ثلاثة حروف كتبناها مقصورة. الحالة الثالثة إذا زادت حروف هذه الكلمة على ثلاثة حروف لكن سبقت الألف بياء كتبناها ممدودة مثل زوايا، مرايا، هدايا، صبايا. نلاحظ أن كلمة زوايا مثلا حروفها خمسة، مرايا أيضا حروفها خمسة حروف، لكن هذه الألف مسبوقة بياء فكتبناها ممدودة. الحالة الرابعة إذا التبس الاسم بالفعل في اللفظ أو عند النطق مثل كلمة يحيى، يحيى فعل بمعنى يعيش، ويحيى هو اسم علم مذكر. إذا التبس الاسم بالفعل في مثل يحيى يعني عند النطق نكتب الفعل بالألف الممدودة أو التي نسميها قائمة والاسم بالألف المقصورة. الآن فائدة، في حين نقول العصا لمن عصى نكتب كلمة العصا التي نسميها بالعامية العصاية نكتبها بالألف الممدودة والفعل عصى بالألف المقصورة، والسبب في ذلك يعود طبعا كلمة العصا وعصا هما ثلاثيتان، لكن يعود السبب ذلك إلى أن العصا الآلة الضرب هي أصلها واو من عصا يعصو، دليل ذلك أن المثنى من عصا عصواني، بينما عصا الفعل هي من عصا يعصي، لذلك كتبت مقصورة فأصل هذه الألف هو ياء، ودليل على ذلك أن المصدر منها عصيان. الآن الملحوظة، هنالك ملحوظة، هو أنه قلنا في البداية بأننا إذا أردنا أن نعرف أصل هذه الألف نأتي بالمضارع منها، فماذا نفعل إذا لم يحدد لنا مضارع أصل هذه الألف في مثل كلمة سعى؟ المضارع منها مثلا يسعى، لم تعد أو ترد الألف إلى أصلها في المضارع، فماذا نحن فاعلون؟ هناك ثلاثة طرق يمكن اللجوء إلى أحدها لمعرفة أصل هذه الألف. منها أولا أن نسند الفعل الماضي إلى تاء المتكلم، سعى سعيت، فها قد ردت الألف إلى أصلها فأصل هذه الألف ياء. أيضا يمكن أن نأتي بالمصدر منها، المصدر منها سعيا، السعي أو سعيا، فظهر أن أصل هذه الألف هو ياء. كما أننا يمكن أن نسند هذا الفعل
إلى ألف الاثنين، أي أن نحوله إلى فعل من الأفعال الخمسة، وعندها يصبح يسعيان، وأيضا ردت هذه الألف إلى أصلها الياء.